السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هيكون الفيديو عن مباراة ليفربول وايفرتون، طبعا هلعبها بيس وده توقع المباراة، وبرضه اكتبوا في التعليقات توقعكم ليفربول هيقدر يعود لمستوى اللي احنا عارفينه ولا هيكون نفس برضه المستوى التعادلات والخسارة اللي احنا شايفينها. فان شاء الله في الفيديو النهاردة هحاول بليفربول ارجع للمستوى طبعا اللي احنا عارفينه بتاع ليفربول، لكن في الحقيقة في الواقع احنا عاوزين ليفربول برضو مستواها يكون كويس لان برضو فريق كبير. فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه في المباراة. بداية المباراة ليفربول وايفرتون، اكتبوا في التعليقات كده توقعاتكم للمباراة، المباراة مين اللي هيقدر يكسب، ليفربول ولا ايفرتون، وتوقعاتكم هقدر اجيب كام جون في المباراة. من قبل ما نبتدي الماتش كده اكتبوا في التعليقات المباراة تخلص كام كام. يلا صلاح اركن بقى يا صلاح. يلا صلاح، يلا روح روح يا صلاح. يلا دي جون. ايوه كده، هجمه مرتده نموذجيه يعني. صلاح هو راح بس كويس يعني، لويس دياز هو موجود يعني، عشان ايه في الماتش الحقيقي لويس دياز المفروض متصاب، بس هو يعني لويس دياز دوره مؤثر برضو مع الفريق. نجرب ركنه كده يعدي بس ماشي. اوف اندرسون، الهدف الوحيد في المباراه. تياجو يا غبي، يعني تياجو بتشوط في زميلك. حلو الشوط الاول 1-0 كويس، هو في تقدم كويس بس ان شاء الله احاول اعمل نتيجه تكون كويسه. احاول وصلاح كمان يحاول يجيب. روبرتسون كان ماشي، هندرسون فاول ان شاء الله في الجون، ان شاء الله ان شاء الله في الجون. بسم الله بسم الله. هو ارنولد يعتبر رقم واحد، فهشوف كده ممكن لو صلاح يقدر يحطها يعني على عدلة صلاح. جرب صلاح مش خسرانين حاجة. يلا صلاح، يلا يا صلاح. بسم الله علامة 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 صلاح والله. هي دي لقطة الماتش، هو صلاح يجيب الجون خلاص كده رجع لمستواه. ايوه صلاح رجع الفريق تاني كده للعب بتاعه اللي احنا عارفينه. محطوطة يعني هي مش في زاوية بس برضو ايه صعبة، الحارس برضو بيتفاجئ بيها. حلو صلاح. هذه ضربة رأسية، الكرة في الشباك، هدف. مش عارف جاب الجون ازاي يعني، في وسط المدافعين كلهم جابها بسهولة بالدماغ يعني، مش فاهم. تميز في الكرات الثابتة، ضربة رأسية رائعة. انا بتوع ايفرتون كلهم متجمعين هنا وليفربول متجمعين الناحية التانية، انا مش فاهم يعني بيعملوا ايه. طب المفروض كل واحد مع واحد يقفل معايا. جميل على المهارة العالية محمد صلاح. يا فيرمينو يا فيرمينو انت واقف بتدافع لهم يعني، انا بصلاح بشوط وفيرمينو واقف لي، جون ضاع بسبب فيرمينو. ماشي في افضل احواله فيرمينو. يا حكم رايح انفراد والله، والله رايح انفراد، بتصفر على الانفراد مش مشكلة. كسبت 2-1 يعني حلو برضه. زي ما انتم شايفين الماتش خلص 2-1 ليفربول والمستوى خلاص رجع، بس كان برضه المدافعين في غلطات بيعملوها، فدي البداية. وان شاء الله كده ليفربول برضه يخلص المباراة امام ايفرتون. في المباراة طبعا اللي هتتلعب هتكون بكرة يوم 13/2/2023 في الدوري الانجليزي، الماتش هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والساعة 11 مساء بتوقيت السعودية. فان شاء الله ليفربول برضو المباراة تخلص 2-1 وصلاح يسجل في المباراة.
ده التوقع النهارده. وبرده اكتبوا في التعليقات توقعاتكم، وبرده لما تتفرجوا على الماتش بتاع بكره برده اكتبوا في التعليقات يعني نفس التوقع اللي حصل النهارده ان شاء الله برده هتلاقوه في المباراه ان شاء الله. دي حاجه في علم الغيب، لكن ان شاء الله تحصل في المباراه وليفربول يحصلوا على الثلاث نقاط ويعودوا تاني لسكه الانتصارات تاني. فده كان فيديو النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.